اكتشف ازاي ان جوزي بيكذب عليا من طريقته في الكلام او البادي لانجوج بتاعه. طيب ايوه نستعد دي للغة جسد اتنحنحت يا جماعه. طيب اول حاجه، اللي بيكذب دايما عينه ما بتبقاش في عين اللي قدامه الا الكذابين المحترفين، تمام؟ في كذاب محترف ما تقدريش تكتشفي ان هو بيكذب. المراه بتقرا لغه الجسد اكتر من الرجل، وده نتيجه ان هي كانت ام وبتتعامل مع الطفل سنتين من غير ولا كلمه، فهي الست قادره انها تقرا لغه الجسد والكذب اكتر من الرجل، ولكن من يكذب اكتر؟ الرجل بيكذب اكتر. اوكي؟ ومحترف في الموضوع، مش محترف كذب بس محترف ان هو ايه يعني ورا بعض. في انماط كتيره قوي، في نمط اللي هو ما بيقدرش يواجه فبيحاول، لما تيجي تتكلم مثلا معاه يبتدي يدراجر او يجري يخش على مواضيع تانية او مواضيع صغيره، وخصوصا بتبقى مواضيع ايه؟ شايفه التراب اللي على الترابيزه؟ بيحاول يعمل اسقاط عليها في اي على غلطاتها، على غلطاتها عشان يغلوش على الموضوع. تاني حاجه، لغه الجسد بقى دايما سر الراجل وحياته كلها في الموبايل، تمام؟ لو الست غصب عنها بتمد ايديها تاخد الريموت حطت ايدها على الموبايل، هتلاقي اوتوماتيك لغه جسد الرجل العين اتجهت على الموبايل بتاعه. فمعنى كده ان انت خايف او قلقان او هي تعمل ايه في الموبايل، فبيبقى قاعد مركز قوي، فبيحصل له تشتيت للافكار، ما بيعرفش يفكر. بيبقى بيحسب طب لو فتحت، لو شافت في تشات، في مش عارفه ايه، في الكلام ده كله، تمام؟ طيب في مشكله تانية برضو اللي هو ايه، ممكن راجل ما يبقاش بيكذب او حاجه، بس طبيعي ان هو يبقى عنده خصوصيه، مش حابب ان هي مراته تعرف الباسورد بتاعه الموبايل. فدي الستات المفروض تبقى عارفه او مقدره الموضوع ده، سواء بيكذب او ما بيكذبش، مش طبيعي انك تاخدي الباسورد بتاعته. في ناس بقى واخدين الباسورد وعاملين باسورد لحاجات جوه هما مش عارفين يشوفوها، يعني دي حيله بقولها للرجاله عشان الرجاله كانوا فاكرين ان انا جايه النهارده يعني ايه افتح نظر لا الستات. لا انت جايه بتنبهيهم. انا بنبههم في ابلكيشنز او تطبيقات بتنزل بتقفل الصور، بتقفل شات، بتقفل حاجات كده، فاديها الباسورد وريحها، يعني ده هيريحها نفسيا، وانت بعمل الحاجات دي مش هتركز فيها. ايوه بس يا رغده برضو دي حاجات شخصيه، يعني انا شخصيا وولادي متربيين على كده، محدش فينا ده طبيعي يفتح شنطه التاني. طب الستات بقى يعني ساعات بيبقى بيركزوا في تفاصيل، هو مداري ده علشان ما اشوفش حاجه، اكيد في حاجه مخبيها، فاريحها، اديها الباسورد واعمل انت باسورد لحاجات تانية.